متابعينا اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة جمب فورس. هسا نذهب الى لوحة المهام مرة اخرى، نختار مهمة جديدة من المهام الحرة، نختار السهل، نختار مهمة جديدة، لا مستوى 20 هذه. هسا نختار مهمات لم ننجزها ولكن ذات مستوى ليس مرتفع جدا، هذه تحتاج مستوى 25. حسنا هذا 20، هذا 20 ايضا، 15. حسنا قم بإنهاء المهمات التي تحتاج المستوى 15. هل تريد تجربة هذه المهمة؟ نختار أجل، نختار الشخصيات الآن، نختار من؟ نختار بيكولو، سيل، لوفي، زورو. حسنا سأختار زورو، سأختار بيجي سيا، وسأختار أيضا ريو. حسنا نختار زورو سيا وريو ضد بورتو وسانجي وترانكس. حسنا فلنرى من سينتصر الآن. زورو يهجم على بورتو، انتظر، هل اتخذت طريقا خطأ آخر؟ كما هو متعود زورو يخطئ الطريق ووصل إلى عالم بورتو وسانجي وترانكس. حسنا فلنرى من سينتصر في هذه المعركة الآن. نهاجم بورتو، نهاجم بورتو بقوة زورو أصدقائنا. حسنا قمنا بالتبديل من زورو إلى سيا، يتلقى سانجي ضربة قوية من سيا. حسنا نشحن طاقة سيا قليلا، نستخدم هجمات سيا القوية أيضا. أو ترانكس يهجم هجمة قوية أصدقائنا، والهجوم اللامع. حسنا سأقوم بالتبديل الآن ثانية، قمنا بالتبديل، اخترنا ريو الآن. ضد ترانكس حسنا، ويهجم هجمة قوية أيضا مرة أخرى ترانكس. كذا يقضي علينا ترانكس، قريب جدا من القضاء علينا ترانكس. حسنا سأقوم بالتبديل ثانية، سأعود إلى زورو، عندي سأعود إلى زورو بعد قليل. حسنا حسنا عدنا لزورو أخيرا. حسنا أهجم هجمة زورو الخاصة أصدقائنا، ها هي ضربة زورو الخاصة الآن، 3000 عالم. ضربة قاضية يقضي على بورتو بضربة واحدة فقط. حسنا نهاجم بورتو ثانية باستخدام زورو الآن. بورتو يهاجم، نصد هجمة بورتو بنجاح. حسنا نهاجم ثانية بورتو، يتلقى هجمات قوية من زورو. حسنا نستخدم ضربة 3000 عالم، ولكن بورتو يهجم قبلنا. حسنا نحاول هجوم ثانية بزورو، وتلقينا ضررا مرة أخرى من بورتو. حسنا نهجم الهجمة الخاصة من زورو أصدقائنا، ولكن على ما يبدو زبورتو نجح بصدها أو مراوغتها. حسنا نهاجم بورتو ثانية، سانجي الآن تلقى ضررا من زورو. حسنا سانجي سيهجم هجمة قوية، لا تلقينا ضربة سانجي القوية، ضربة ساق الشيطان من سانجي الدوران الساحق، تلقينا ضربة قوية. حسنا استخدم هجمات زورو، زورو اقترب جدا من الخسارة. حسنا وين راح سانجي؟ صد هجمات سانجي، نحاول. حسنا قام بتبديل سانجي إلى ترانكس، ترانكس قام بالقضاء علينا. حسنا خسرنا في الجولة الثانية، لأن الجولة الأخيرة وهي ثالث جولة. نهاجم الجميع أصدقائنا، حسنا نهاجم ترانكس، حاول ألا نخسر أمام ترانكس. نهاجم الضربة الخاصة من زورو،
على ترانكس ونجحت ضربة زور الخاصة، 3 سيوف ضربة عالم غير متناهية. حسنا هاجم ترانكس استخدام قوة زورو، اوه لقد قام بالتبديل مع ترانكس مع بورتو. حسنا صد هجمة بورتو، نجحنا بصدها. نهجم ثانية، تلقى ضربة قوية بورتو، حسنا استخدم ضربة العنقاء الأولى، تلقينا ضربة الآن من بورتو. حسنا حسنا بورتو يهجم ثانية، نهاجم بورتو أيضا، تلقى ضربة قوية من زورو، قام بقطع بورتو زورو. حسنا نهاجم ثانية، حسنا على ما يبدو قام بالتبديل مع سانجي، تلقينا ضررا كبيرا من سانجي، وقام بالتبديل ثانية مع ترانكس. وأخيرا أنهينا المباراة بضربة خاصة من زورو، انتصرنا الآن. زورو وريو وسيا خلال 3 جولات يرتفع مستواهم جميعا أصدقائنا. حسن حصلنا على تصنيف A في هذه المرحلة. حسن أصدقائنا هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة جمب فورس، نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.